السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإننا نستعد في هذه الأيام لاستقبال شهر عظيم وموسم كريم، لكننا في هذه السنة نستقبل هذا الشهر بعيدا عن المساجد، بعيدا عن بيوت الله، وهذه محنة عظيمة أن يقضي المسلم شهر رمضان بعيدا عن بيوت الله تعالى. لكن هذا لا يعني أن نقصر في رمضان، بل هذا من أقوى الدوافع على التوبة والإنابة والتضرع إلى الله. فهذا الوباء الذي أصاب الأمة، هذا الشر والبلاء الذي أصيبت به الأمة، يوجب على المسلم أن يرجع إلى الله تعالى. وشهر رمضان هو الموسم المناسب لذلك، وقد جاءت البشائر تهنئ الأمة بحلول هذا الشهر، شهر تغلق فيه أبواب النيران وتفتح فيه أبواب الجنان، شهر يقال فيه يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فالسعيد من وفق للعمل الصالح في هذا الشهر، والشقي فيه من حرم فيه من رحمة الله. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان، فقد روى الإمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءكم شهر رمضان شهر مبارك، كتب الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير. وجاء في الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن الله عز وجل قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. فبلوغ هذا الشهر وصيامه نعمة عظيمة على من أعانه الله عليه. فقد جاء في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: من طال عمره حسن عمله. قال: فأي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. فالمؤمن الذي أدرك هذا الشهر وفقه الله لبلوغ هذا الشهر وللعمل الصالح فيه، هذا خير وحاله أحسن ممن طال عمره وساء عمله بلا شك، بل هو أفضل أيضا ممن قد مات فانقطع عمله. ولقد أحسن من قال: أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأد حقوقه قولا وفعلا، وزادك فاتخذه إلى المعاد، فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. هذا الشهر هو الشهر الذي تصفو فيه النفوس إلى بارئها، فيزداد تعلق المؤمن بالخير، يزداد تعلقه وشغفه بالعبادة، وثمرة الصيام هي التقوى التي تنير للمؤمن طريق حياته فلا يضل ولا يشقى. وجوهر الصيام هو الإمساك عن الرذائل والتحلي بالفضائل والعمل الطيب. والصيام هو مدرسة يتربى فيها المؤمن على الصبر عند الشدائد، يتربى فيها المسلم على الجود والإحسان، يشعر فيها المؤمن وهو يجود بماله ووقته أنه جزء من هذه الأمة، يشعر أن الأمة بحاجة إليه، يشعر بأن له دورا مهما في المجتمع. يتلقى المؤمن في هذا الشهر دروسا عملية في الصبر وقوة الإرادة. فشهر رمضان هو شهر المسلمين، لا تشاركهم فيه أمة أخرى، وهو تكريم من الله لهذه الأمة وتشريف لها على سائر الأمم. فنحن الآن في أوان تمحى فيه الذنوب وزمان تستر فيه العيوب. هذا الشهر جاءت بفضله الأخبار، ولهذا فالواجب على المسلم أن يغتنم ذلك بصالح الأعمال وأن يراقب الله في جميع الأحوال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أنزل الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر أنزل القرآن الكريم، وتذكيرا للعباد بهذه النعمة وبهذه المنة العظيمة،
وتخليدا لهذه الذكرى الكريمة وهي إنزال القرآن الكريم، فرض الله على هذه الأمة عبادة في هذا الشهر لم يعبد بها أحد في الوجود. فسائر العبادات صرفت لغير الله، السجود صرف لكثير من الطواغيت، وصرف للأصنام والحجر والشجر والبقر، كذلك الدعاء والاستغاثة صرفت لغير الله، كذلك الصلاة صرفت لغير الله، كذلك الحج، إلا عبادة الصيام فلم يعبد بها غير ذي الجلال والإكرام. وبهذا فسر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الإلهي القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والعلماء لهم في بيان هذه الجملة من الحديث لهم تفسيرات جليلة أوصلوها إلى 10 معان، منها قول أبي منصور قيماز ابن عبد الله فيما نقله ابن الأثير في جامع الأصول سماعا منه، أنه قال في قوله إلا الصوم فإنه لي، قال: أن الصوم عبادة خالصة لله لم يعبد أحد سواه. فسائر العبادات صرفت لغير الله إلا هذه العبادة، فما عبد معبود على وجه الأرض بالصيام. فالله سبحانه وتعالى أكرم المؤمنين بهذه العبادة في هذا الشهر، وثمرة هذه العبادة العظيمة هي التقوى التي تنير للمؤمن طريق حياته فلا يضل ولا يشقى، كما قال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبين سبحانه الحكمة من الصوم، وإن كانت كثير من الأقلام تناولت هذه الحكمة أو الحكم الصوم تناولتها بالبحث، وحاولت أن تنسب إليه حكما شتى، بعضها مادي وبعضها خلقي تربوي، وهذه كلها لا تخرج عن الجوانب المادية ونطاق الحواشي، ولكن القرآن نص صراحة على حكمة الصوم والغاية منه، فقال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فعلى المسلم أن يغتنم هذه الأيام وهذه الليالي المباركة في طاعة الله، في الصيام، تلاوة القرآن والذكر والصدقة وقيام الليل. وإن كان الناس اليوم ربما قد يشغلهم هذا الأمر الذي هو قيام الليل وصلاة التراويح، ولكن الجواب عن هذا أن من كان من عادته صلاة التراويح في المساجد فإنه يكتب له بإذن الله، يكتب له أجر من صلاها في المسجد. فالعمل بالنية، من كانت نيته صلاة التراويح في المسجد وكان من عادته أن يفعل هذا فإنه يكتب عند الله كأنه صلاها في المسجد مع الجماعة، ولكن ينبغي للمسلم أن يصليها في بيته، إما أن يصلي أهل البيت فرادى وإما أن يصلوا جماعة، فكل ذلك مشروع. فإن صلوا في جماعة وكان أب الذي أو الأخ الذي يصلي بأبنائه أو بإخوته وأبيه وأمه كان يحفظ القرآن، فهنا يصلي بهم مما يحفظ من كتاب الله. فإن كان لا يحفظ القرآن فيجوز له أن يقرأ من المصحف، ويحاول أن لا يكثر من الحركة، فلا يقلب الصفحات إلا للحاجة فقط، وهذا جائز في صلاة النافلة، يجوز عند الحنابلة والشافعية مطلقا في صلاة الفريضة والنافلة، وحجتهم في ذلك ما رواه الإمام البيهقي في سننه الكبرى من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كان يأمها غلامها ذكوان في المصحف في رمضان، والحديث رواه البخاري تعليقا بصيغة الجزم في صحيحه، ووصله أبو داود في كتاب المصاحف، وكذلك ابن أبي شيبة. فهذا أثر صحيح، عائشة رضي الله عنها كان يأمها ذكوان غلامها. كذلك ورد عن الزهري أنه كان يقول: كان خيارنا يقرؤون من المصاحف. وفي مذهب الإمام مالك يقولون بالمنع في الفرض مطلقا، أي أنه لا يجوز القراءة من المصحف في صلاة الفريضة، أما في صلاة النافلة فقالوا يجوز القراءة من المصحف في أول الصلاة لا في أثنائها، ففي أول الصلاة يجوز أن يفتح المصحف وأن يقرأ في صلاة النافلة في قيام الليل، أما في أثناء الصلاة فكرهوا القراءة من المصحف في ذلك، يعني إذا إنسان كان يقرأ وأثناء الصلاة غاب عنه حرف أو آية،
فكرهوا له أن يفتح المصحف ويقرأها من الآية. أما بداية يعني في أول الصلاة افتتح صلاته من المصحف فهذا جائز عندهم، ولا إشكال في ذلك عند المالكية، وهو موجود في المدونة وكذلك في شروح المختصر، مختصر خليل بن إسحاق، ولم يمنع من قراءة من المصحف إلا الحنفية، وتبعهم على ذلك ابن حزم الظاهري. نعم، فالصحيح من أقوال العلماء هو جواز ذلك للحاجة في صلاة النافلة، لا حرج ولا مانع من قراءة القرآن من المصحف حتى ولو صلى بالناس، سواء في البيت أو في غير البيت، كما هو حال الناس اليوم بسبب الوباء. أما في صلاة الفريضة فيقرأ من حفظه فقط طبعا، وهذا حتى يعني لا يترك الناس هذه الصلاة، أو حتى لا يقصروا في هذه الصلاة، عليهم أن يقرأوا من المصاحف. ونسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا فيه للعمل الصالح. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.